فأنت يا أخي عندما تقوم تصلي تجد عراكا مع نفسك، مصارعة نفسك تقول أجل أجل أجل، لكن لا تطعها. قل أنا أعلم أني لا أنتفع من دنياي إلا بهذه اللحظة، إلا في هذه اللحظة وبهذا العمل، ما لي من حياتي إلا هذا، ما ينفعني في قبري ولا عند موتي ولا يوم القيامة إلا هذا. اطمئن يا أخي. ثم اذكر وأنت في صلاتك من تناجي، من تناجي يا أخي؟ تناجي أحب شيء إليك وهو الله عز وجل. ألم تعلم أنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى من فوق سبع سماوات قال حمدني عبدي. ألم تعلم أنه إذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ألم تعلم أنك إذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. كل هذا حق. ألم تعلم أنك إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين هذا بيني وبين عبد نصفين. ألم تعلم أنك إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما أسأل. هل تجد خيرا أكثر من هذا؟ كيف تفر من أن تقف بين يدي من يناجيك وهو على كل شيء قدير؟ يا أخي اعرف نفسك، اعرف نفسك ولماذا خلقت. والله لو كنا نشعر هذا الشعور لهانت علينا العبادات ولا رخصت علينا الدنيا كلها،